جات ملعب الشهيد حملاوي خالت من مناصريها إلا أقلية قليلة. هل هي المقاطعة أم هو عزوف الموج الأخضر عن الحضور لمساندة الأخضر بعد الإقصاء المر من منافسة كأس الجمهورية؟ في هذه المباراة التي استقبل فيه الشباب المحلي أهل البرج، الأول يريد توقيع صلح مع الأنصار، أم الثاني فيريد أن يثبت قدميه في حظيرة القسم المحترف الأول؟ الشوط الأول دخله أهل البرج بقوة وصنع عدة فرص قابلة للتهديف، كانت أخطرها محاولة سعد محمد التي اصطدمت بالدفاع وكادت تباغت الحارس المخضرم الوناس قوي. المحاولة تبعت بركنية نفذها بن دحمان واستقبلها علي قشي لكن خارج الإطار. شباب قسنطينة رد في الدقيقة 25 إثر كرة ثابتة كان وراءها نيت يحيى ورأس جيل مرت فوق الإطار. سلاح الكرات الثابتة الذي يعد ميزة لهجوم شباب قسنطينة أثمر في الدقيقة 28 بتوقيع هدف المباراة في مرمى الحارس البريجي نيلي نبيل. التنفيذ وحسب الصورة المعادة كان للاختصاص نيت يحيى والتوقيع كان ليحيى جيلالي. إنه هدف المصالحة مع الجماهير التي عزفت عن حضور اللقاء. السياسي وصل العمل قصد مضاعفة النتيجة وعند الدقيقة 41 بولمديس حمزة ضيع ماذا ضيع وكيف ضيع وأمام شباك كادت تكون شاغرة، ونهاية المرحلة الأولى لصالح أصحاب الأرض. الشوط الثاني دخله الزوار بقوة وحاولوا تسيير المباراة والتحكم في زمام الأمور، فصنع مصفار أسامة محاولة خطيرة أوقفها في الأخير الوناس قووي. رد فعل الشباب جاء في الدقيقة 66 وكاد يضيف الثاني، إلا أن أحسن محاولة في هذه المرحلة الثانية تبقى لصالح شباب قسنطينة والتي قررت العارضة الأفقية أن توقف مفعولها. هي محاولة البديلة طيبة محمد والتي ارتطمت بالعارضة الأفقية، حدث ذلك في الدقيقة 83 لتنتهي هذه المباراة بتفوق بسيكولوجي مهم لشباب قسنطينة الذي لم يتجرأ أنصاره لحد الآن إقصاءه.